رئيس الوزراء يوجه بإعداد رؤية وطنية تعكس أولويات اليمن لمواجهة التغيرات المناخية. رئيس الجمعية الوطنية يترأس اجتماعا أمنيا وعسكريا بالعاصمة عدن. ومحافظ حضرموت يطلع على نتائج إعداد منظمة صناع النهضة لخطط التنمية الاستراتيجية للتعافي، ويشيد بتدخلات منتدى التنمية السياسية في مجالات السلامة المجتمعية والحكم المحلي. رئيس حلف قبائل حضرموت يتفقد بعض مواقع قوات الحلف ويستقبل وفدا من وجهاء وشخصيات قبائل سيبان. رئيس هيئة المصايد يدشن بالشحر مشروع الدعم التركي للصيادين.